بغداد تستاهل، وهذا الشعار هو شعار قائم ونعمل عليه. لدينا ثلاثة أولويات، الأولى السكن، والثانية فرصة العمل، والثالثة البنى التحتية والمشاكل التي تهدد المجتمع مثل المخدرات والوضع الصحي والوضع الخدمي. بغداد اليوم تختلف عن باقي المحافظات، بغداد العاصمة هنالك كثافة سكانية، هنالك وافدين من كل المحافظات، تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى تفكيك للتقاطعات اللي تعيشها مع الحكومة المركزية، خصوصا أنه بغداد لها خصوصية، أولا هي العاصمة، وثانيا وجود الحكومة المركزية أضاف عبء على المحافظة، وبالتالي هنالك تقاطعات تحتاج إلى تشريعات. نحن نعمل على قانون العاصمة، هذا القانون اللي نسعى دائما ونتحدث به، ولكن لحد الآن لم يرى النور في داخل مجلس النواب ولم يستفيد منه أبناء بغداد. بغداد اليوم فيها مشاكل، مع هذه المشاكل هنالك خصوصيات، لكل محافظة خصوصياتها ونقاط قوة، ولكن بالمقابل هنالك مشاكل. إذا تحدثنا عن بغداد نجد قضية السكن وقضية البطالة وفرصة العمل، وكذلك البيروقراطية والروتين بأغلب دوائر الدولة. الحكومة الاتحادية لديها عمل وعمل كبير، ولكن لا يرتقي لحجم المشاكل، لا يرتقي لحجم التقاطعات الموجودة اليوم. لو تلاحظ بغداد هنالك عمل وهنالك مشاريع استراتيجية، ولكن حجم المشاكل، حجم التقاطعات اللي تعيشها مدينة بغداد اليوم تحتاج إلى جهود إضافية. نحن لدينا رؤية سياسية في داخل بغداد اليوم، حكومة السيد السوداني، هذا الربيع السياسي اللي تعيشه بفضل ائتلاف إدارة الدولة، نسعى إلى إنتاج هذه التجربة في داخل مجلس المحافظة. لا. أن يكون هنالك ائتلاف للسلطة في داخل المجلس، داعم للمحافظ، يساند، يراقب، يشخص. بالتالي لدينا تجارب سابقة بالمجالس السابقة، صحيح الفترة اللي توقفت بها المجالس فترة طويلة، ولكن نحتاج إلى سقف في داخل المجلس يتيح للمحافظ وللتنفيذيين تنفيذ مشاريعهم، وبالتالي الاستقرار في داخل المجلس راح ينتج لنا محافظ قوي ويقدم خدمة.